أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد. وفي تصريح لأونلايف أشارت نصر إلى أنه سيتم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة النهائية. الحمد لله النهاردة يعني كانت تم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في حضور النهاردة مجلس الوزراء. الحمد لله في توافق تام وهتتحول إن شاء الله اليوم إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغات النهائية. وطبعا إحنا يعني زي ما أكدنا إن شاء الله يعني في التزام هو 90 يوم بإذن الله، ودولة رئيس الوزراء إن شاء الله يصدر اللائحة التنفيذية النهائية. هذا وتأمل مصر بأن تؤدي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والتي أقرت في اجتماع مجلس الوزراء بعد طول انتظار، تأمل إلى جذب مزيد من الأموال والاستثمارات الجديدة من الخارج قدما في إجراءات إصلاحات اقتصادية للنهوض بالقطاع الاقتصادي فيها. ثوري يقضي على بيروقراطية التراخيص، هكذا وصف متابعون للشأن الاقتصادي قانون الاستثمار الجديد الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقر لائحته التنفيذية مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير. احنا طبعا المرحلة اللي جاية مرحلة مهمة جدا، اللي هو تفعيل القانون على ارض الواقع، يعني هو وان احنا نشوف نتاج هذا الاطار التشريعي يعني منظم وميسر لكل اجراءات المستثمرين. ان شاء الله يكون في استثمارات اكبر، توفير فرص عمل اكتر، مشاركة اكبر من القطاع الخاص باذن الله في فترة قادمة. القانون الجديد يهدف إلى تقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة، حيث تم فيه تقليص زمن إصدار التراخيص الصناعية إلى أقل من 7 أيام لفئة التراخيص بالإخطار من 600 يوم في السابق، كما يوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر. المحفزات الجديدة بموجب القانون تتضمن خصما ضريبيا بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورة، ودعما حكوميا لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة. كما يعيد القانون العمل بالمناطق الحرة للقطاع الخاص. ووفقا للائحة التنفيذية، فقد نصت ضوابط وشروط منح المستثمرين الحوافز الإضافية على ضرورة أن تكون الشركة بدأت الإنتاج بالفعل، وأن يعمد المشروع لتعميق المكون المحلي في منتجاته بنسبة لا تقل عن 50% من الخامات أو مستلزمات الإنتاج. ويأتي القانون في ظل إصرار من بعض عمال القطاعات الصناعية المملوكة للدولة تعطيل عجلة الإنتاج، ما يقضي على إمكانية المنافسة مع مستثمرين أجانب في المستقبل بعد القانون الجديد. ويصف اقتصاديون ورجال أعمال صدور القانون ولائحة التنفيذية بالضربة الموجعة للبيروقراطية والروتين، فضلا عن كونه خطوة هامة ومرحلة جديدة في طريق تيسير مناخ الأعمال والقضاء على معوقات الاستثمار الصناعي.